السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. يعني مثل ما نقول ببداية جديدة جميلة لأسبوع جديد نصطحبكم فيه مع شاشة تلفزيون الكويت وإطلالة برامجية صباحية ابتداء من هذا اليوم، ورجعنا معاكم في توقيتنا المعتاد. نقول لكم يصبحكم بالخير، وصباح الخير يا كويت، وصباح الخير أماني. صباحك ورد هاشم، وصباحكم ورد وما كنتوا، حياكم الله أكيد معنا في لقاء متجدد في صباح الخير يا كويت، وبداية أسبوع إن شاء الله موفقة جميلة وإيجابية ومليانه بالانجازات الجميله لنا ولكم. ومن ناحيتنا اكيد محضرين لكم حلقه تكون جميله ومفيده ايضا لنا ولكم. شلون كان الويكند معك؟ الويكند يعني الامانه اماني كان جدا مزدحم بالنسبه لشخص توه قاعد يحاول انه يدخل مثل ما يقولون في غمار المشاريع الصغيره، فالموضوع كان عندي كله اوراق ودراسات ورسومات وهذا. حلو عشان تعلم غيرك بس. هذا هو جميل جدا ان الواحد اذا قرر وحط بباله يعني شغله معينه او هدف او ايم معين يوصل له، مهما كان السعر، مهما كان الثمن، مهما خذ وقت، لكن هو يطبق الشيء اللي راح يضفي على حياته جمالية إيجابية وأمور رائعة تخليه يسمو بهالحياة هذه. ويوم استضفنا ناس متخصصة في هذا المجال ويقولون لك مباشرة شنو لازم تسوي لما تفتح مشروع صغير، وإن شاء الله خلال الحلقات الجاية أكيد راح نستضيف ناس لها دور كبير في هذه الأشياء وراح يوصلون لنا رسالة حلوة، وإن شاء الله أنا هم أفتح مشروع صغير إن شاء الله نصير كلنا بزنس بيبل بإذن الله. أما من ناحية الطقس، الطقس أكيد راح يكون عند زميلنا ضرار العلي، وسؤالي اللي راح يكون له ايش سالفة الرطوبة اللي جتنا وراحت وجتنا وراحت في الويكند. يصبحك بالخير اخوي ضرار. صباح الخير اخوي هاشم، وصباح الخير اماني، وصبح بالخير على المشاهدين الكرام. بالفعل احنا بشهر 8 معروف شهر 8 و9 هي تضعف المنخفضات الجويه او المنخفض الجوي المسيطر علينا، والمنخفض الهند الموسمي يضعف، بالتالي تكون في منخفضات صغيره جويه تعطينا الهواء متغلب الاتجاه الى جنوبي شرقي. لكن اخوي هاشم ما زال ارتفاع درجات الحراره موجود، ومتوقع أن تكون أواخر الأربعينات خلال الأيام القادمة، ممكن أن توصل 50 درجة مئوية مثل ما صارت في الأيام اللي طافت، يمكن أمس 50 درجة مئوية كانت في محطة مطربة شمال غرب الكويت. لتفاصيل أكثر حول الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة أعزائي المشاهدين تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس الحالي في مدينة الكويت طقس حار نسبيا، درجة حارة الحالية 37 درجة مئوية، الرطوبة النسبية تقريبا 20%، ما بين 16 إلى 20% حاليا. طقس شوية رطب خاصة على المناطق الساحلية حاليا مع استمرار الرياح الشمالية الشرقية خاصة على مدينة دولة أو مدينة الكويت، وأيضا سرعة الهواء حاليا 5 كيلومتر في الساعة، هواء خفيف من المتوقع أن يكون معتدل خلال الساعات القادمة. الرؤية الأفقية الحالية 10 كيلومتر. أما الطقس المتوقع لنهار هذا اليوم فطقس شديد الحرارة متوقع اليوم، وأيضا العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الشرقية إلى شمالية غربية على بعض المناطق خاصة المناطق الغربية، سرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا يستمر اعتدال الهواء مساء اليوم ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، الهواء راح يكون شمالي غربي اتجاهها، والصغرى المتوقعة في مدينة الكويت 33 درجة مئوية. أما حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام. المد الأول الساعة 12:45 دقيقة ظهر اليوم، والمد الثاني الساعة 1:55 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة. أما الجزر الأول الساعة 7:05 دقائق اليوم الصبح، والجزر الثاني الساعة 7:50 دقيقة مساء هذا اليوم. أما موعد أذان المغرب وغروب الشمس اليوم إن شاء الله الساعة 6:11 دقيقة، أما الفجر أذان الفجر باكر إن شاء الله الساعة 4:04 دقائق، شروق الشمس باكر الساعة 5:26 دقيقة. يعني وياكم حق الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة أعزائي المشاهدين، طقس شديد الحرارة خلال خاصة فترة الظهر. اليوم متوقع 48 درجة مئوية مع رياح شمالية شرقية راح تكون، لكنها راح تتحول إلى شمالية غربية ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقعة 48 درجة اليوم. أيضا باكر يكون في نشاط في الرياح الشمالية الغربية على فترات ما بين 15 إلى 35
40 كيلومتر في الساعة قد تثير بعض الأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والبرية. أيضا استمرار ارتفاع درجات الحرارة 48 درجة مئوية متوقعة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية. أيضا يوم الثلاثاء راح يكون الهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل، السرعة ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، لكن راح يكون طقس شديد الحرارة متوقع 49 درجة مئوية و50 درجة مئوية أيضا على المناطق، بعض المناطق خاصة المناطق البرية. الصقرى المتوقعة 33 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء فراح يكون الهواء شمالي غربي خفيف معتدل ينشط على فترات ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية والصقرى المتوقعة 32 درجة مئوية. طقس شديد الحرارة خاصة فترة الظهر وحار إلى حار نسبي أيضا خلال فترة المساء مع استمرار مع رياح شمالية غربية. أعزائي المشاهدين راح تقل الرطوبة النسبية وأيضا لكن راح تتم درجات الحرارة مرتفعة. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة للزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. لازلنا متواصلين معكم في برنامج صباح الخير يا كويت والصحف المحلية وأهم ما جاء عليها من منشيتات راح تكون معنا الحين. في البداية نبتدي مع جريدة الجريدة، إعلان الفائزين بالتكنولوجيا الإنسانية 14 الجاري. أعلنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين دكتورة فاطمة الثلاب إغلاق باب المشاركة في مسابقة الجمعية الصيفية التكنولوجيا الإنسانية التي أطلقتها الجمعية يوليو الماضي بهدف التشجيع على الابتكار والإبداع واكتشاف الأفكار والابتكارات المبدعة في المجتمع، مؤكدة أن إعلان النتائج سيكون خلال حفل سيقام في المعهد العربي للتخطيط سبتمبر الجاري. الأنباء حماية البيئة تشارك في الحملة العالمية لحرائق غابات الأمازون. هناك من سبقنا وعلينا المساعدة، فساهموا في إيصال أكبر عدد من التواقيع للحد من انتشار حرائق غابات الأمازون ولتكن بصمتك واضحة. تلك الرسالة التي بثتها وشاركت من خلالها الجمعية الكويتية لحماية البيئة محليا وإقليميا وعربيا في الحملة العالمية لجمع ملايين التواقيع للتشديد على القوانين واللوائح المعنية بالمحافظة على الأراضي والغابات. أما جريدة القبس تقول بنك الطعام يطلق مشروع كفالة. أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشروعه الخيري كفالة اليتيم اللي يستهدف تغطية احتياجات أكثر من 1000 طفل يتيم داخل البلاد ممن فقدوا آبائهم وما صار عمرهم 16 سنة. جريدة الكويتية تقول أيادي الكويت البيضاء تلبي احتياجات الطلبة المحتاجين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث تكون الحاجة ماسة لمستلزمات العملية التعليمية لا سيما في صفوف الأسر المحتاجة مع زيادة متطلبات طلبة المدارس. واصلت الهيئات الإنسانية الكويتية جهودها الدؤوبة لسد هذه الثغرة. وبكذي نكون وصلنا معكم إلى فقرة وصلنا معكم إلى نهاية فقرة الصحف. ننتقل معكم إلى كويت ترند والزميلة إيمان العابدين، خلكم معنا.
أسعد الله صباحكم مشاهدينا، ويا هلا فيكم بجولتنا اليومية بين صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة وأهم الأخبار المتداولة تشوفونها معنا في كويت ترندز. أول محطة بجولة اليوم راح تكون مع مركز التواصل الحكومي اللي دشنا مقطع فيديو يوضح مدى خطورة تأثير الإشاعة الغير صحيحة أو المغلوطة، خصوصا في حال عدم وجود من يتصدى لها. نشوف معكم الفيديو التوضيحي على الشاشة. في دولة الكويت تم رصد الكثير من الإشاعات في 6 أشهر: أمنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. الإشاعة هي معلومة خاطئة، محرفة، مشوهة، خطيرة عندما لا تجد من يتصدى لها. مصادرها إعلام غير منضبط، همه السبق لا المصداقية، جهات تسعى إلى إثارة الفوضى، تشويه السمعة، الشهرة، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. لا تكون ضحية لها، تحقق من حسابات الجهات المعنية قبل النشر. والحين ننتقل معاكم إلى وزارة الداخلية اللي أعلنت عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تحديثها للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من حيث الشكل وتطوير التصميم وإضافة العديد من الخدمات الجديدة اللي تعمل دائما على تسهيل إنجاز المعاملات من خلال المنصة الإلكترونية. نتابع معكم التفاصيل الفيديو على الشاشة. وزارة الداخلية، ولأنها تسعى دائما للأفضل، طورت موقعها الإلكتروني عرض آخر الأخبار أو الإشعارات اللي تخص وزارة الداخلية. وعن طريق الكويك أكسس ممكن أنك تدفع مخالفات المرور أو غرامات الإقامة. تعدل شركة الاتصالات الخاصة فيك خدمة تذكرني، عب نموذج إبحار وطمننا عليه. راح تلقى الخدمات الإلكترونية مثل حجز، استعلام، تعديل أو إلغاء اختبار القيادة، وتتعرف على مواقع الإدارة العامة للمرور. تبي تستعلم عن جاهزية جوازك أو التعرف على شروط إصدار الجواز ومواقع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر. بأربع خطوات جدد إقامة العمالة المنزلية أونلاين. زوار دولة الكويت، قدم أو استعلم عن التأشيرة الإلكترونية. وإذا عندك معاملة وحاب تعرف الأوراق المطلوبة أو تعبي نموذج للإدارة العامة للمرور، شؤون الإقامة أو الجنسية ووثائق السفر، تلقاهم بصفحة كل إدارة مختصة. وفي الإدارات التوعوية ساهمت كل إدارة بتقديم خدمات توعوية للجمهور مثل البروشور أو مواعيد الزيارة. وفي قسم الإصدارات الإلكترونية بتلقى مجلة الداخلية الشهرية. عندك شكوى، بلاغ، استفسار أو اقتراح، أكيد يهمنا رأيك. ومن التطورات والتقنيات الحديثة اللي قامت فيها وزارة الداخلية ننتقل معاكم لوزارة التربية الكويتية والمسؤولية الكبيرة اللي تحملها تجاه أبنائها الطلبة جيل المستقبل، من خلال جولاتها التفقدية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. ولمزيد من التفاصيل شوفوا معنا الفيديو. ومن جولات وزارة التربية ننتقل معاكم للعمل الدؤوب اللي ما تتوانى عن تقديم الهيئة العامة للبيئة، واللي قام ضباطها القضائيين بحملة تفتيشية في سوق الطيور انتجت عنها الكثير من المخالفات البيئية، منها رمي المخلفات في غير الأماكن المخصص لها. وعلى تويتر انشرت الهيئة مقطع فيديو بخصوص الحملة، نشوفه معاكم. Thank you.
أما خبرنا الجاي من مطار الكويت الدولي وتحديدا من حساب جريدة الأنباء في تويتر اللي نشر تقرير مفاده أن 414 ألف مسافر رجعوا إلى الكويت الحبيبة بعد قضاء إجازة الصيف بالخارج. نتابعها معكم. لله الحمد، احنا قبل اشهر استكملنا جميع الرحلات الخطوط الجويه الكويتيه اللي تنطلق وتوصل من ممر الركاب تي 4. حاليا ممر الركاب تي 4 يعمل في كامل طاقته الاستيعابيه باجمالي معدل يومي 90 رحله يوميا بمعدل 13,000 مسافر يوميا، وهذا رقم كبير. احنا من بدايه تشغيل ممر الركاب تي 4 والمبنى يعمل بطاقته اللي صمم عليها ل 4.5 مليون راكب. وصلنا حاليا احنا الى فتره الصيف 3,300,000 راكب، ومتوقعين على نهايه السنه ان نوصل ل 5 مليون راكب. مشاهدينا، شنو هو الفرق بين الطبع والسلوك، وهل يمكن تغيير الطبع وتغيير السلوك؟ الجواب راح يكون مع الرائد في المجال التربوي الأسري دكتور جاسم المطوع، نشوفه معكم. واحنا نربي عيالنا لازم نفرق ما بين تغيير الطباع وتغيير السلوك. يعني الآن إذا الولد أو البنت، الأطفال يعني، تكلموا كلام غير صادق أو كاذب، نقدر نعلمهم الصدق بسهولة، والطفل يكتسب الصدق بسهولة. ليش؟ لأن سلوك. لكن تغيير الطبع صعب. يعني مثلا الطفل طبعه بطيء في الأكل، بطيء في اللبس، بطيء في المشي. أقول يلا بسرعة 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 بسرعة، تشوفونه ما يستجيب للسرعة بشكل سريع. ليش؟ لأن احنا قاعد نخاطب الطبع. فإذا في فرق بين الطبع اللي هو الخلقة وما بين السلوك. طبعا إذا بنغير الأصل والجينات والفطرة هذه أصعب وأصعب. يعني نغير اللون، نغير الشكل، هني دخلنا في الشيء الصعب، لأنه هذه خلقة من الله عز وجل. إذا في فرق ما بين تغيير السلوك وتغيير الطباع وتغيير الفطرة اللي الله عز وجل خلق فيها الطفل. ومن المعلومات الأسرية إلى معلومة غذائية وطبية بيقولها لنا أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبد الملك حول أكل التمر، وهل تأكل التمر على طول أو تسأل إن كان مغسول أو لا أو تسمي وتأكله. تابعوا معنا الفيديو الجاي وتعرفون الإجابة أكيد مع الدكتور. التمر يعتبر من أفيد الأغذية الطبيعية، وإحنا كعرب يعني نعتمد عليه وايد بنظامنا الغذائي ونحبه وناكله منذ قديم الزمان. وايد نسأل السؤال، هل يحتاج نغسل التمر قبل الأكل أو ما يحتاج؟ نغسل التمر أو ما نغسله؟ بالخليج عندنا نوع من التمر قبل الله يستوي يسمى البلح والخلال، وهذا عادة يغسلونه، لكن التمر جرت العادة أنه يأكلونه مباشرة. أوكي، لكن في ثلاث نقاط إذا توفرت الأفضل تغسل التمر. رقم واحد، إذا كان في أثار من الغبار والتراب على التمر الأفضل تغسله. رقم اثنين، إذا كان محفوظ في مكان مكشوف وفي شك ان بعض الحشرات عبرت عليه او لامسته الافضل غسله. رقم ثلاثة، اذا كان هناك شك في نظافة وتعقيم اليد التي تعاملت مع التمر في عملية القطف والتخزين الافضل تغسل التمر. فالقمندة ممكن ما تغسل التمر، لكن اكثر امانا وصحة انك تغسل التمر، خاصة اذا توفرت الثلاث نقاط اللي ذكرت. مشاهدينا، وكعادتنا بنختم بخبرنا التقني لليوم، وبنتطرق لكم من خلاله عن موضوع جدا مهم يخص تطبيق الكام سكانر لمستخدمي نظام الاندرويد، ومفادها بان التطبيق يحتوي على فيروس يوصل من خلال المعلومات الخاصه بالمستخدمين. هنشوف معكم التفاصيل من خلال هذا الفيديو. هذا التطبيق يعتبر من أفضل التطبيقات اللي من خلالها راح تقدر تسوي سكان للأوراق والملفات اللي موجودة عندك. لكن لو موجود عندك وانت تستخدم نظام الأندرويد، الأفضل انك انت تحذفه، لأنه للأسف في فيروس، والفيروس هذا يسمح لصاحب الفيروس انه ياخذ معلومات من جهاز المستخدم مثل بيانات بطاقة الدفع وغيرها. التطبيق للأسف موجود على أكثر من 100 مليون جهاز، وجوجل حاليا سحبته من المتجر. لذلك لو انت تستخدم نظام الأندرويد وعندك، احذفه مباشرة. مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، والحين نستكمل معكم باقي فقراتنا من صباح الخير يا كويت. تابعونا.
أهلا بكم من جديد. التعامل مع الأطفال في مجال الإبداع يحتاج إلى الكثير من المهارات والتشجيع والتحفيز، وأيضا اتباع الوسائل العلمية من أجل تحصيل نتائج مشجعة. أكيد يا أماني، أيقظ إبداعك واحدة من الوسائل التحفيزية اللي تسعى إلى تعزيز القراءة عبر استراتيجيات علمية. نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا باحثة الدكتوراه بشاير العطروزي، مؤسس نادي ثوتس كلوب. حياك الله معانا. الله يحييك. بالخير. اهلا، صباح الخير، اصبح على مشاهدينا الكرام وعليك استاذ اماني واستاذ هاشم. هلا والله، تسلمين ونورتينا. اكيد ثوتس كلوب هو الحدث الاكبر اللي راح نتكلم عنه اليوم، لكن خلينا بالبدايه نركز على الطفل واكتشاف مواهب الطفل. شلون نحقق هذا الهدف؟ شلون نعرف شنو هو عنده مواهب بصوره سلسه وطريقه تفيدنا وتفيده؟ اكيد طبعا اطفالنا هم امانه حقيقة، وهم استثمار نستثمره من خلال مراقبتنا الدائمة لهم. متى ما راقبنا إحنا أطفالنا، متى ما أشركناهم إحنا في نوادي، رح نستنتج هم شنو الميل اللي ميلوله أو الهواية اللي يستقطبونها. لذلك أنا أنصح دائما مشاهدينا، راقبوا أطفالكم، احكوا لهم الحكايات. متى ما حكينا الحكايات راح نطالع استجابة الطفل لهذه التساؤلات. متى ما استجاب لنا الطفل راح نحدد نوع هوايته. كذلك من خلال الأندية، لما نشركه في أندية ممكن احنا ننوع في هذه الأندية سواء فنية سواء علمية. من بعدها راح نكتشف هذه الهواية اللي يحبها الطفل. جميل جدا. لو نتكلم عن المهارات القرائية والاستراتيجيات اللي تمشي عليها، المهارات القرائية تتطلب استراتيجية معينة، بروتوكول الواحد يعني طبقة عشان يشجع وينمي هذه المهارة عند الطفل. شلون تقيمين هذه المهارات حاليا مع الجيل الحالي اللي احنا نسميه جيل الآيباد؟ أكيد طبعا، أنا الصراحة أنا مع الآيباد ومع التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا هي عامل محفز ومساعد حق الإبداع والابتكار. لذلك إحنا جيلنا بالعكس يعني بسم الله عليهم فيهم الخير والبركة، ولكن يحتاجون قليل من التشجيع، ويحتاجون كذلك قليل من أن إحنا نراقبهم نشوف شنو هم يحبون نشجعهم. لذلك المهارات القرائية متى نبي ننميها عند أطفالنا لابد أن إحنا نستخدم استراتيجيات صحيحة مثل القصة، ونستخدمها على أسس ما نقول موجهة، على أسس شوي فنية حتى يلفها وبالتالي ينتج منها أشياء كثيرة. جميل. بس شلون نقدر نجمع ما بين المتعة والفائدة بأسلوب سلس على طول يتوافق معه ويرضى؟ لأنه صعب إقناع الطفل هنا. نعم، هذا هو اللي نحققه اليوم إحنا في برنامج أيقظ إبداعك، وهو تحويل الأنشطة الأدبية كالقصة كالمسرح إلى مثيرات ابتكارية إبداعية. بمعنى إذا اليوم عندنا إحنا قصة لما نقراها للطفل، شلون ممكن نحول هذه القصة إلى مسرح، إلى فيلم وثائقي، إلى قصة ينتجها هو، إلى كذلك مشروع فني أو جدارية فنية من خلال هذه القصة. فهو يعتمد اعتماد كامل على منظورة اللي هو اسمعها من هذا القصة، كيف ممكن هو يقوم يحول لي إياها، وخيال الواسع أيضا. طبعا طبعا أكيد أكيد. ولو نتكلم عن الإبداع، إحنا دائما يعني نربط شيء بشيء، نقول دائما الإبداع هو التفكير خارج الصندوق. الإبداع هو أن يعني يبدع الشخص أو ينتج شيء في مجال ما أنتجه أحد من قبله. لكن شو أنت تشوفين صورة الإبداع حاليا يعني في ظل التكنولوجيا الطاغية وفي ظل الأمور اللي ممكن أنها تكون كماليات في الحياة وتخلي الواحد يروح عن طريق الإبداع؟ وهل ممكن عفوا أيضا أضيف عليك لأنك قلت خارج الصندوق أن الطفل يطلع منها الأفكار؟ طبعا طبعا، احنا لما ننتج اليوم، انا يمكن راح ارد عليك في تجربه حلو. تجربه عندنا ايقظ ابداعك واللي كان قبلها تجربه الفانتازيا، كانت عباره ان الاطفال يقعدون في راوند تيبل قاعدين، وقاعد نقرا لهم قصه. بعد ذلك من خلال الاسئله الفلسفيه، ماذا لو لما نسال الطفل ماذا لو، هذا هنا يتحول منظور القصه فوق تحت. فهو راح يجاوب لك بنهايه مختلفه تماما بشخصيات مختلفه تماما. يعني احنا ايش قاعد نسوي؟ غيرنا المنظور، طلعنا برا الصندوق، قاعدين اعطي شخصيات جديده، حبكه جديده، كذلك نهايه جديده. لذلك الإبداع موجود، وكذلك العوامل التكنولوجية موجودة. متى ما إحنا دخلنا ممكن نستخدم الآيباد كاستراتيجية في القصة. صحيح. ممكن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كإبداع القصة، كذلك كمدخل واستراتيجية. لذلك الإبداع إن إحنا يعني نستفيد من كل المثيرات الخارجية والداخلية، وبعد ذلك ننتج شيء جديد. جهود متواترة عشان يطلع أو نطلع خلينا نقول بشيء يرقى لهذا المجتمع. بس هم أيضا بحط خطين تحت التكنولوجيا والآيباد، شلون هني نقدر نخليها نعمة وليس نقمة؟ طبعا متى ما كان موجه الآيباد، متى ما كان مراقب، متى كان مخصص. أنا دائما أحرص أقول حق الأولياء الأمور، صعب اليوم
تقسمها 20 دقيقة الصبح، بعدها 30 دقيقة كيف يستخدمها المساء. فهو نظام مش مراقبة. نعم نعم نظام. وكذلك دائما هناك يعني برامج في الآيباد تساعد على الإبداع وتساعد على تحقيق الطلاقة اللغوية وتساعد على تنمية الخيال وإبداع الطفل. وهناك برامج تكنولوجية مثل القصة المبرمجة داخل الآيباد تساعد الطفل كذلك في تنمية خياله. هناك المصورات وبرنامج يعرض لي كذا مصورات بطاقات مختلفة، فالطفل من خلالها يسلسل هذه المصورات يكون منها قصة. لذلك في الآيباد أنا دائما أقول عامل محفز ولكن يحتاج إلى نظام. حلو. وأنا أقول دائما هناك وحش صغير داخل كل إنسان زي ملقب بإبداع، يحتاج ان نوقظ هذا الوحش عشان يعني اي والله عشان نسمو بابداعنا. احنا بنتكلم عن فعاليه ايقظ ابداعك، شلون راح نيقظ الوحوش الجميله اللي موجوده بداخل صدور اطفالنا؟ زين شنو ابرز ملامح اهدافها اهميتها؟ طبعا هي رؤيتنا فيها ايقظ ابداعك هو تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي في غرس حب القراءه عند الاطفال منذ الصغر. متى ما غرست احنا راح نراعي هالشيء، تقدم حتى بلادنا راح تتقدم، لان احنا راح ننتج مخرجات مبدعه مبتكره قادره على التفكير خارج الصندوق. طبعا هذه الحمله اللي هي فعاليه ايقظ ابداعك جدا جميله، لان هي قاعد تخرج لي مو بس فنانين او مؤلفين، كذلك قاعد تخرج أطفال قادرين على الخطابة وعلى الارتجال وقادرين على كذلك على اختراق المواقف وحل المشاكل، لأن هي من خلال القراءة مثل ما تفضلنا القراءة وقصص مختارة بعناية لكل تناسب مراحل العمرية للأطفال اللي احنا نبي نستقطبهم معانا. بعدها بعد القراءة راح نسوي لهم اختبارات، بعد هذه الاختبارات راح نلقى كل طفل وين موهبته وين هوايته، بعد ذلك يتوجه إلى أربع محطات وهي محطة المسرح والدراما ومحطة القصة ومحطة السينما ومحطة الفن. جميل جدا. إيه. وطبعا كل محطة هذه لها مخرجات، مثلا السينما لها أفلام وثائقية الطفل يخرج ممكن يطلع لنا طفل مراسل، محطة القصة أطفال مؤلفين قادرين على ارتجال القصص، محطة الفن أطفال فنانين قادرين على قادرين يمثلون لنا بجدارات فنية مشروعات فنية، كذلك عندنا المحطة الأخيرة وهي محطة القصة. هذه القصة تجمع، أنا أسميها دائما هي المحطة الأم، تجمع كل المحطات تقدرين تطلعين منها المخرجات هذه اللي قلت عنها. بالضبط بالضبط. وبالنهاية طبعا راح يقام لهم معرض بحضور شخصيات طبعا اقترحناها أصيلة في الفن والمسرح، راح يتم كذلك هذه الشخصيات راح تلتقي في هذا الأطفال وراح توجههم وراح تكون كمرجع لهم وكقدوة في الفن والمسرح. يا بختك يا طفل اليوم. طب كنا قاعد نتكلم عن الإبداع، وين الإبداع هني في السرد وتأليف القصص؟ الإبداع في السرد متى ما استخدم الراوي استراتيجيات مبدعة وابتكارية. يعني عندنا إحنا لما نقرأ القصة، يمكن قصة أو فعالية أيقظ إبداع كانت لي من أولياء الأمور أو يعني نظرة الناس للقصة. أحيانا تقول لهم قصة يقولون إيه عادي، كل ما نقدر يحازي كل ما نقول قصة عادية يعني قصة. تقول لهم زين اليوم عندنا المكتبات الحديثة كلها قاعد يسوون ورش تيلينج ستوري اللي هو رواية القصة، فلما تقول دخل ولدك يقول لا والله يعني قصة يعني شنو شيء جديد قصة. القصة هناك تحكى في استراتيجيات، متى ما كانت هذه القصة فيها استراتيجية الدمى، استراتيجية اللي نسميها اللوحة الوبرية، استراتيجية عندنا البطاقات، استراتيجية البازل، هذه كلها استراتيجيات تتم من خلالها القصة. هذه الاستراتيجيات دائما تشجع الأطفال وتثير إبداعهم وابتكارهم، وكذلك تطلع لي بعد بنشاط ملموس منهم. ودائما الطفل لما دائما تقرأ له قصة عطى شيء ملموس. يعني دائما احنا أطفالنا اليوم تقول لهم مثلا يلا خلينا حمود تعال معي السوق، شنو اخذ؟ شنو تشتري لي؟ شنو ابي؟ انزين ابي اطلع، وين توديني؟ يبي شيء ملموس، يبي تكافئينه. احنا لما توديه قصه، زين شنو قصه؟ وبعدين هو سمع القصه، زين انت بتثبت المعلومه عنده، بتثبت القيمه، شلون؟ من خلال النشاط المرفق فيها، نشاط فني، نشاط ادبي، نشاط علمي، فانت تثبتها من خلال النشاط. نفس شنو؟ جميل جدا. يمكن نفس السياسات التربويه الجديده اللي يعني ما قامت تطبق، خلينا نقول سياسه العصا والجزره، بقدر ما انها تطبق سياسه الاندايركت مسجز والطرق اللي تكون نربي من خلالها، خلينا نقول الاشياء اللي يحتاج الطفل او يحتاج الشخص انه ينميها في داخله. ننتقل الى سالفه نتيجه المهارات الابداعيه، هل هي موجوده انزين في القصص
وخلينا نقول هي شيء مكتسب من بعد ما نقري أو نعلم ونوعي الأطفال على هذه القصص؟ لا موجودة طبعا داخل القصص. طبعا داخل القصص دائما القصة هي عالم آخر. إذا تبي تسافر بالطفل سافر له من خلال قصة. عطى قصة هني الطفل لما يسافر ويتفاعل مع هذه الشخصيات ومع هذه الأحداث يعيش عالم آخر. فهني الإبداع لما أنت تخليه تثير دهشته وتخليه مشدود معك طول الوقت بالقصة، فهني أنت نجحت في هذه العملية ونجحت كذلك في مخرجاتها. هذا غير ان هم مو بس بيطلعون مؤلفين، بيطلعون قراء. بالضبط. والكتابه اهم شيء اليوم. بالضبط. ودائما اقول استاذه اماني دائما متى ما اكتسب طفلك مهاره القراءه لا توقف، هي مهاره دائمه ومستمره مثل ما عندنا النوم والاكل كذلك القراءه. خصص يوم، خصص يعني دائما قصه قبل النوم، نشاط مع العائله نقعد نقرا. القراءه مو ممله ولا رتيبه متى ما رفقناها بنشاط يناسب الطفل. يعني اليوم اطفالنا يحبون الايباد، أنا ممكن أدخل قراءة من خلال البرامج الموجودة في الآيباد اللي هي القصص. وبعدها لما يكون طبعاً إحنا طبعاً الآيباد لما يقبل عليه الطفل متوحد يكون بقوقعته، أنا أشارك معاه أسئلة، شنو قصتك اليوم كانت؟ شنو استفدت؟ شنو تقول القصة؟ يصير إحنا اليوم نرسمها؟ خلنا نرسمها. يعني يصير مشاركة بين الوالد وكذلك بين الأصدقاء وبين الأقارب، يكون هناك مشاركة في القصة. غير أنه يكتشف وايد أشياء طبعاً ومعلومات مثل رسام وكاتب وقارئ والعمق اللي ممكن يكون موجود. أكيد. طيب الخطط هني المستقبلية اليوم هذا إنجاز بحد ذاته، في أشياء ثانية ممكن نضيفها في المستقبل عشان نزيد من قوة حماسهم في سالفة القصص والقراءة والتثقيف؟ أكيد طبعاً القصة وحدها غير كافية، لابد أن تكون هناك ورش يحضرها الطفل، نوادي متى ما أنت دخلتي مع أطفال يشاركون هذا الاهتمام لكن يختلفون معه في القدرات. هو هني الطفل راح يكتسب مهارات إضافية وراح تنمين إبداعه وراح يحس أن أنا بهذه المهارة مو بروحي، مع ناس آخرين يشاركوني هذه الهواية وراح يقبل عليها ويتعمق فيها ويضيف لها كذلك. جميل جدا. مشكورة الأستاذة بشاير العطروزي الباحثة في الدكتوراه ومؤسسة نادي ثوتس كلوب على العنوة وعلى الجية وعلى سبل الإقناع الجميلة اللي أنت تمتلكينها. دائما المبدع يمتلك سبل إقناع ويمتلك عمق من خلال عالم واحد يطلع من خلاله ألف وألف وألف عالم، هني يكمن الإبداع. خلكم معانا في برنامج صباح الخير يا كويت، فاصل نرجع نتواصل معكم مرة ثانية. طبق آيس كريم صنعه روبرت بيركال في أوهايو الولايات المتحدة عام 1975، حيث وصل ارتفاعه إلى 4 أمتار وصنع من 50 نوع من المثلجات. ما
مستكملين معكم فقراتنا بصباح الخير يا كويت. يعد السيرك من الفنون القديمة واللي ترجع أصولها إلى روما القديمة، لكن شهد تطور كثير منذ بدايته أو كبير منذ بدايته، عشان يشمل الحين العديد من الألعاب المغامرة واللي تستوقف كل من يشاهدها. معلومات أكثر عن فن السيرك وأنواعه رح نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. السيرك من وسائل الترفيه القديمة والمحببة للصغار والكبار على حد سواء، ويضم السيرك مجموعة من الفنانين الرحالة بما فيهم البهلوانيين والمهرجين والحيوانات المدربة ولاعبي الأراجيح والموسيقيين، لاعبي الخفة والذين يمشون على الحبال المشدودة، والمشعوذين وغيرهم من ذوي المهارات الأدائية. وغالبا ما تقام عروض السيرك في خيمة كبيرة يرجع تاريخ السيرك إلى عصر الرومان، حيث كانت حلبات سباقات عربات الخيول والمصارعة حتى الموت بين العبيد المصارعين. كما كانت هناك عروض لترويض الحيوانات. بعد ذلك تطور السيرك إلى أن أصبح على شكل العروض التي تقام في خيمة متنقلة، وكانت فيها عروض المهرجين وترويض الحيوانات، وكان يعرض فيها كل ما هو غريب من أقزام يؤدون ألعاباً أو عرض تقدمه امرأة ملتحية وما إلى ذلك. تطور السيرك إلى أن أصبح عرضاً في مكان ثابت غير متنقل. ومن أبرز أمثلة السيرك العالمي هو السيرك الروسي وسيرك دو سوليه الذي يوجد في مونتريال بكندا، حيث العروض العصرية الحديثة التي تخلو من وجود الحيوانات، وإنما هي عروض للمهارة الإنسانية وفن الإضحاك في أجل معانيه، كما يتميز بالموسيقى المميزة والأزياء وأساليب الإبهار المختلفة. بالتأكيد العودة للمدارس ترافقها استعدادات كثيرة ومتعددة، وتحديدا على مستوى الطالب والأسرة. أيضا معلومات وتوجيهات يجب الاطلاع عليها لعام دراسي موفق. هذا هو موضوعنا اليوم مع ضيفنا الدكتور يوسف العنزي، عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أقول لك يا صباح الورد وحياك الله. أكيد معنا صباحكم الله بالنور. أهلا وسهلا وصباح الخير يا كويت. صباح الخير لك وللكويت. أكيد نبلش هذا اللقاء الشيخ أكيد، لكن بعد هذا التقرير خليكم معنا. يعود أبناؤنا الطلبة إلى المدارس متطلعين إلى عام دراسي جديد ملؤه النشاط والنجاح والتفاؤل. ومع كل عام يحمل الطالب أهدافا جديدة وأمنيات كثيرة كتحسين العلامات والمستوى الدراسي عموما مما كان عليه في العام الماضي. ويحتاج الطالب أعداداً نفسياً حول العودة للمدارس لاستقبال عام جديد وبداية هدف وحلم يجب تحقيقه من خلال المذاكرة للوصول إلى النجاح والتفوق. رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت. حياك الله معنا دكتور يوسف، منورنا ومشرفنا. لو نتكلم على أن إحنا في مشارف عام دراسي جديد، إنزين، وهذا هو موضوعنا، شلون الواحد ممكن أن يتنقل بسلاسة ذهنيا وعمليا من فترة الإجازة إلى الدراسة سواء للطالب أو للأسرة؟ تحتاج يعني بروتوكول معين عشان يردون صحيح. إعادة هيكلة صحيح. المخ مثل ما نقول. صحيح صحيح، سؤال طيب. وهذه الحياة سبحان الله تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وإحنا الآن يعني خلصنا مرحلة الإجازة وبدأنا مرحلة الدوام، ولا بد من أمور. الأمر الأول أن يعني نبدأ بداية جديدة، بداية إيجابية، بمعنى السنة الماضية انتهت بكل ما فيها، يعني خاصة نركز على الأبناء الطلبة. إن كان الولد يعني أنجز إنجازات طيبة الحمد لله وحصل نسب زينة، ف
فنشجعه ويعني نقول له يعني إلى مزيد من الإنجازات. وأمامك سنة جديدة لا تغتر، يمكن تغير الأمور، فالغرور دائما يعمي، فأنت صحيح. خلك يعني متواضع وزيد من جهودك ووصل إلى مستوى أفضل. وإن كان الولد لا والله عنده أخفاقات، عنده أمور وشعر بالندم وكذا هالأمور هذه، فما له داعي نذكره في الماضي الأليم، فنقول لا الآن بداية جديدة صحيح. حياة جديدة وإن شاء الله أنك تقدر، وهذا مجرد يعني كان عندك حسبة غلط كانت عندك صحيح. فإن شاء الله أنك تعدل من مستواك في هذه السنة، ولا تلتفت إلى الماضي، خذ منه الدرس والعبرة صحيح. وفرصة ثمينة لك جديدة جايتك الآن، فإلى مزيد إن شاء الله من النجاح ويعني التوفيق. كذلك أن نبدأ الأمر الآن، بدينا إجازة، بدينا انتهت الإجازة وبدت الدراسة، ففي نغمة صايرة يعني باكر دوامات الامحاتات هذه الانكزايتي مثل ما يقولون أي نعم. فنقول أنه يعني أن هذا الأمر يعني هذه الحياة، لو كانت الحياة كلها لعب ولهو وناس ترى ما لها طعم، وإنما صحيح. يكون في تنويع بينها. انتهت مرحلة اللعب ولهو، والآن بدينا مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الجد والاجتهاد، وما في مانع للإنسان يعني خلال هالفترة هذه يكون إنه يستمتع في نهاية في عطلة نهاية الأسبوع وما شابه. فالإنسان يسوي له جدول مثل ما راح نعرف شوي بعد شوي إن شاء الله في اللقاء، إنه يكون يمشي على نمط معين بحيث إنه ينوع في حياته. كان اقتريت هذا الموضوع هني، شلون الطريقة الأفضل والأمثل عشان نهيئة ذهنيا ونفسيا سواء كان الطالب حتى الأسرة؟ شيء جميل صراحة، وخاصة الأسرة اللي عنده أكثر من طفل يعني مستويات مختلفة وهم موظفين، فلا بد من طريقة وأسلوب. خاصة إحنا مثل ما قلنا خلصنا تو الإجازة، والإجازة يمكن فيها ما فيها من بعض الناس، يعني بعض الأسرة تسهر تتأخر في الليل تتغير الساعة نعم. فإن نقول إنه لا بد من ضبط النوم أو تعديل النوم عن طريق قبل المدرسة بيومين ثلاثة أيام لا بد إنه يصير في تعديل في النوم الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية صحيح. بس هذا أنت طيب، هذا أنت كريم معطيهم ثلاثة أيام ف ف ف يعني لابد إنه يتعدل هذا الإنسان يتكيف. فأول شيء نقول إنه يضبط النوم عن طريق أول شيء تقليل وتقنين استخدام تكنولوجيا الأطفال خاصة التليفونات صحيح. والآيبادات والألعاب الإلكترونية، عن طريق انه يصير في تقنين للاستخدام، مثلا انه قبل النوم بساعتين خلاص انه ما فيه، ولا بد انه يكون هذا ميثاق في الاسره انه يا جماعه يا اولادي يعني يصير في روح في الاسره. وبهالمناسبه في مؤشر خطير اذا صار موجود بالاسره فهذه الاسره فيها خلل، اللي هو شنو؟ انه ما في روح بالاسره صحيح. كل من لاهي بروحه، ياكل بروحه، يشرب بروحه، يطلع بروحه. هذا الأمر إذا كان مؤشر موجود في الأسرة فلا بد أن الأسرة تسوي خطة إنقاذ يعني وتعدل من الوضع. فنقول إحنا نرجع موضوعنا أن نضبط النوم، وتصير عملية ضبط النوم عن طريق النقاش، يا أولادي يا أحبابي مثلا عندنا مقبلين على الدوام لا بد أن نعدل النوم، التليفون تقنين استخدامه، كذلك قبل النوم بساعتين ثلاث ساعات تهيئة الظروف للنوم، مثلا تخفيت الأضواء، تجنب الأحاديث الحادة، شاي البابونج البابونج نعم الأمور هذه يعني بحيث أنه يكون البيت رتمه هادي عشان يتهيأ للنوم. أكد وأكرر وأزيد أن التكنولوجيا لابد أنها تضبط في أيدي الأطفال، خاصة الأطفال اللي أقل من 16 سنة ما يصير ينام ومع التليفون صراحة. صحيح، لأن هذا من أكبر أسباب يعني ضعف جودة النوم بالنسبة للأطفال. أكيد دكتور، ولو نتكلم عن اختلافات التعامل مع الطلبة خلنا نقول بين المراحل الدراسية، شنو العوامل المشتركة بين كل المراحل خاصة إذا كنا يعني قاعد نتكلم عن تواجد أكثر من مرحلة في الأسرة؟ هني ربة الأسرة تعاني صحيح. والأب يعاني صحيح. ولدين بالابتدائي، واحد بالمتوسط، وواحد عنده امتحانات خلنا نقول رابعة ثانوي، هني تصير مشكلة صحيح. فشلون شلون طريقة التعامل دكتور؟ هي طريقة التعامل يعني نأكد على أنها تكون في روح مثل ما قلنا، وفي تفاهم، في تكاتف، في تآلف، وهذا يصنع بثقافة الأسرة.
أن يكون في أسرة مثقفة تربويا. السمة المشتركة بينهم اللي هو شنو؟ أن يكون تعاملهم بالحب والاحترام والتقدير والتآلف ويعني النقاش والحوار، وأن الصبر والحكمة خاصة صحيح. الأطفال يعني والأبناء في هذه المرحلة من العمر محتاجين للصبر، محتاجين للحكمة، محتاجين أن نحتويهم، والاحتواء هذا يجي بالحب والاحترام والتفاهم، وأني يعني أستخدم معه لغة طيبة، لغة إيجابية، لغة حب يعني. فبإذن الله عز وجل لما يتبعون الحب والتفاهم هالأمور هذه يصير فيه حتى يحسون في بعض يعني، فيكون بينهم روح يعني. فأهم شيء هذا نأكد عليه أن صناعة ثقافة الحب بين أفراد الأسرة. وإلا الدراسة يعني الحمد لله أبنائنا يعني أذكياء وما شاء الله، والعنصر الكويتي بشكل خاص أثبت جدارته. فنقول أن نأكد بس هذه الجوانب أنها تكون إيجابية وتكون في روح حب وروح تآلف وتواد بين الأسرة. وهذا مو معناته أن الأسرة تعيش حياة وردية يعني، ولكن أن نقول أن هالأمور هذه يحرص على يصنعها منه الوالدين. صحيح، يصنعون هم اللي يرسخونها في الأسرة. صحيح، هذه الأمور اللي يعني أظن أنها تكون مشتركة. طب بخصوص اتباع الأسرة لأسلوبين اللي هم الترغيب والترهيب، لابد منهم أكيد اتجاهين، لكن منو فيهم أكثر أو أيه فيهم أكثر حكمة في بداية العام الدراسي وهذه المرحلة الانتقالية؟ صحيح، نأكد نكرر تأكيد على مبادئ الحب والاحترام والتقدير بين يعني أعضاء الأسرة وأفراد الأسرة. والترغيب يستخدم في محل الترغيب، والترهيب يستخدم في محل الترهيب. بمعنى أن إذا طفل أو ابن مجد ومجتهد ويعني ما متخذ كل الأسباب الصحيحة، ولكن أخفق، صار عنده مشكلة يعني أخفق في جانب معين مرة، هذا استخدم مع الأسلوب شنو؟ أسلوب ترغيب، لأنه مرة واحدة الولد يعني ما هو، أنا عارفة ابني يعني رجال ولد مجتهد وحريص على دوامه وواجباته ودروسه، ولكن أخفق والإنسان يخطئ، فهذا استخدم مع أسلوب الترغيب. بينما إذا طفل مهمل ولا يعني يتبع يعني مثل ما أقول ميثاق الأسرة والأمور هذه، فلا بد أن يكون معه يعني شوية حازم شوية، لأن يسمونه بالإنجليزي تفلف تفلف تفلف، اللي هو الحب اللي فيه حزم في صناعة سياسة العصا والجزرة. أنا أحب هالسياسة هذه. صحيح. حلو دكتور، لو نتكلم عن تحديد إطار العلاقة بين ولي الأمر من جهة وإدارة المدرسة من جهة أخرى، من واقع تجربة شخصية، والدي كانت علاقته كثير طيبة مع المدارس اللي أنا كنت فيها، فكان اهتمام المدرسين تجاهي واهتمام الإدارة أنا كنت أشوفه بعيوني أفضل من الاهتمام بالطلبة الآخرين اللي ما كان في علاقة أبوية خلنا نقول مع المدرسة. فشلون تشوف الموضوع هذا دكتور؟ صحيح، ما شاء الله عليه والدك يعني كان يتبع الأسلوب اللي هو المدرس. الآن أنا قاعد أدرس طالب، هذا الطالب أكيد لا ولي أمر، يعني إذا ما يجيني أنا مثلا، أنا ما أقول لك كل أسبوع أو كل يوم، بالشهر مرة زيارة، مرة بالشهر، 6 أسابيع مرة، شهر ونص مرة، يعني بين بس أن في اهتمام للابن هذا. ونأكد على ثلاث نجاح الطالب، اللي هو الطالب، أولياء الأمور، المعلم والمدرسة. فهذول الثلاثة إذا كان في بينهم تعاون وبينهم تواصل مستمر راح إن شاء الله يثمر، وخاصة نتكلم عن صناعة إنسان. صناعة الإنسان إحنا عندنا السنة الأكاديمية عبارة عن 10 أشهر 9 أشهر، فمسألة هذه مبنية على التواصل بين المدرسة وولي الأمر والطالب، أن يكون عنصر فعال فيما بينهم. وأكد على دور الأب، أن لابد أنه مثل ما قلنا يمر المدرسة، لما يجي مثلا يعني أوصل الآن قبل ما يبدون أول يوم مدرسة يروح أحد أولياء الأمور مع ابنه بس يسلم على المدرس، مدرسينا صبحكم الله بالخير، أنا هذا ابني فلان، أنا أبوه، في حال أي شيء بس اتصلوا علي، رقمي عند الإدارة. هذا يوصل رسالة كبيرة. صحيح. إن الأسرة هذه مهتمة وإن وراه ناس، وراه يعني أسرة تابعة للابن، فيحس المدرس إنه
والله أنا يعني التعب اللي أتعبه إن شاء الله في أحد يعني قدره وفي أحد ممكن إني أوصله وأتابعه. الأمر الثاني بعد بالنسبة للإدارة المدرسية، في حال أن الطفل أو الابن يعني صار عنده مشكلة أو شيء، أنا أظن أن فيهم كلهم يتواصلون يعني أن مع يبلغون ولي الأمر. الأمر المهم كذلك أن كل أسبوع يوم السبت يوم الجمعة يوم الخميس بالليل يعني في الويك أند، أنت يا ولي الأمر بس افتح جنطة ابنك وتشوفها. لازم. يعني عشان يعرف ان ابنه، هل يبين شلون يبين الطالب اذا كان متابع مع المعلم ولا لا؟ عن طريق كتبه، هل هو مسجل، هل هو متابع، مسوي واجبات، الانشطه اللي بالصف، تعليقات المدرس شنو؟ صحيح. يعني كل المدرسين يشوفون ويعلقون على الكتب، فيكون انت يعني بعض الاولياء اللي يقولوا تفاجات ابني رسب. هاي مو مفاجأة. ما في متابعة صحيحة بالضبط. فلابد أن يكون في متابعة. يعني أنا أقول لك يمكن مشاغل الحياة خاصة الآن للأمانة ظروف الحياة المعاصرة والأمور هذه تشغل أولياء الأمور، فلكن إن يعني بس نحثهم إنه يعني بالأسبوعين بس شوف كتب ابنك بس شوفهم، يعني لأن لا تجي الوقت في الأخير إن لا فات الفوت ما ينفع الصوت. فلذلك ان المتابعه كل اسبوعين مره تشوف كتبه تراجع المدرسه، يعني هالامور هذه ان شاء الله يعني وعندنا مثال طيب ما شاء الله يعني انت والدك يعني يمكن خلينا نقول هذا كان مثال صغير، يمكن في عائلات كثير افضل بالتواصل وكذي وهذا، لكن انا ضربت لنا هذه العلاقه مطلوبه. وهذا مثال حي يسمونه. طيب في فئه يعني هي اكثر فئه راح تكون خلينا نقول اكسايتد وخايفه بنفس الوقت، هم اللي على باب دخول الجامعة، توهم متخرجين وعندهم صعوبة في اختيار التخصصات وتوهم طالعين من هذه المرحلة الانتقالية. صحيح. شنو يسوون؟ الله يعينهم وندعي لهم والله عسى الله يوفقهم وسهل أمرهم. وللأمانة بعضهم حتى جايب نسبة يعني عالية، ولكن عملية تحديد التخصص ما هي واضحة في ذهنه. وللأمانة هذه مشكلة ثقافة أسرة، مشكلة ثقافة أسرة. يعني ان طفل او ابن يدرس 12 سنة يدرس من ابتدائي متوسط وثانوي ما شاء الله يتخرج في الاخير ما عنده اختيار، ما عنده اختيار. مشكلة. هذه يعني صراحه مشكله ثقافه اسره، ويعني ولكن انها الحمد لله في كثير من العوامل اللي يمكن انه يعني يرجع لهم، وانا افضل انه ما يوصل هالمرحله وما يحدد تخصصه. وما في يعني احنا التخصص ما هو مساله يعني مثل ما تقولون ما هي مو شيء عادي، مو سفرة راح يحدد حياته. صح. طبعا مسار حياة كامل، مسار حياة كامل. صح. فيفترض أن يكون القرار مدروس عن طريق عدة أمور، يعني مثلا استشارة الوالدين، استشارة أصحاب الاختصاص، في عوامل بعد كذلك كثيرة راح يمكن بينها بعد شوي. حلو. انزين دكتور، شلون يمكن خلينا نقول توجيه الطالب انه يختار بعيد عن المؤثرات الخارجيه؟ ولما نقول مؤثرات خارجيه يمكن رغبه الوالدين دائما تجي بالمرتبه الاولى. يعني في مثال حي، الديره ما هي كلها، خلينا نقول مع كامل احترامي للالقاب والمسميات خلينا نقول والوظائف، الديره ما هي كلها مهندسين ودكاتره. صحيح. تحتاج شخص يبدع في هذا المجال وفي هذا المجال وفي هذا المجال. شلون نقدر نخلي الطالب يختار التخصص اللي هو يبي بعيد عن كل المؤثرات الخارجية بما فيها رغبة الوالدين؟ صحيح صحيح، بس يعني أمر مشاهد وقضية حساسة وكلنا نشعر فيها عن طريق أصدقائنا وأبنائنا وأصدقاء العوائل كذلك، ونشوفها حتى في وسائل الإعلام. فعلا قضية حساسة، ولكن أن في لابد أنت الآن نتكلم الآن من بالنسبة للطالب. الطالب هذا في نجي أول شيء نحدد عوامل اختيار التخصص بشكل عام. عوامل اختيار التخصص في عوامل داخلية وفي عوامل خارجية. الداخلية اللي هي رغبة الطالب نفسه، هو شنو يبي، شنو يشعر لما يختار التخصص، شنو يمثل له التخصص هذا، هل يمثل له ذاته، هل لما يدرس يحس أنه أنجز، هل يشعر يعني بانسجام وتناغم بنفسه وروحه وذاته ولما يدرس. هذا السؤال مهم، هذا عامل داخلي. العامل الثاني
اللي هو عوامل خارجية. العوامل الأخرى عوامل الخارجية. العوامل الخارجية هي متمثلة ب اقتصاد الدولة. وعندنا الحمد لله بالكويت صاحب السمو أصدر رؤيته 2035. صحيح. فهذه لابد أنها تكون عامل من عوامل اختيار التخصص رؤية الكويت. متطلبات سوق العمل. بالضبط. حاجة سوق العمل بعد. الأمر الثالث اللي هو مدى أني يعني مثل ما تقول افتح لي بزنس. صحيح. من هذا التخصص. لأن أخاف أني أدرس تخصص وبعدين ما ألقى الوظيفة اللي تناسبني أو شيء كذي. بالضبط. صحيح. بالضبط. يمكن الأمانة كل الكلام اللي قاله دكتور يوسف العنزي كلام جميل جدا. يفترض على العوائل الطبقة قبل المدارس ويفترض علينا أن نعيش في منظومة سليمة وصحية تربوية مثل ما قال لنا دكتور يوسف العنزي. فكل الشكر لك دكتور يوسف العنزي عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على العنوة وعلى الجية وعلى هالشيات الطيبة. الله يسلمك يا عارف طعمك. شكرا. إذن أن ننتقل إلى فاصل صغير وراجع لكم. خليكم معنا وصباح الخير يا كويت. أصب عليكم الخير وأصب على زملائي في الاستوديو وكل من يشاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية. مثل ما حنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا في جميع المواقع، احنا موجودين اليوم في معهد العالي للفنون المسرحية والتابع لوزارة التعليم العالي. راح نتكلم أكثر وأكثر عن دور هذا المعهد وعنده أقسام جديدة قسم التلفزيون وعن التسجيل لعام 2019 و2020. معنا الدكتور علي العنزي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية. دكتور صبحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. صبحكم الله بالخير. دكتور بدنا نتكلم عن يعني المعهد العالي للفنون المسرحية، عندهم يعني أقسام جديدة، كذلك عن تسجيل العام الدراسي 2019-2020، وودنا نتكلم كذلك أمور كثيرة تخص هذا المعهد. طبعا أنا انتهز هذه الفرصة أني أعلن عبر شاشة تلفزيون الكويت عن بدء التسجيل والقبول في المعهد العالي للفنون المسرحية للعام الدراسي 2019-2020. فكل طالب، كل شاب، كل شابة كويتية لديهم هواية مرتبطة بالفن والثقافة ككتابة المسرحيات بالنسبة لقسم النقد والأدب، أو التمثيل والإخراج المسرحي، أو التلفزيون، أو حتى الديكور المسرحي، نرحب فيهم في هذا العام الدراسي. التسجيل بدأ إلكترونيا وسوف يمتد حتى يوم 5/9، فحياهم الله. نتمنى من كل صاحب موهبة أن يجي يتقدم عندنا. أهلا وسهلا بالجميع. هل في شروط معينة؟ طبعا الشروط اللي يتم اتباعها في المعهد متطابقة مع الشروط المطبقة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي جامعة الكويت، لكن احنا لنا خصوصيتنا كمؤسسة ذات طابع ثقافي فني ان الموهبة هي الأساس. لذلك احنا بالنسبة لنا كما تعلم ان كل شاب كويتي يتقدم سوف يحصل على مقعد سواء في الجامعة أو التطبيق، لكن بالنسبة لنا الأساس والقاعدة الرئيسية بالنسبة لنا نرحب بالجميع، ولكن الموهبة والقدرات أساس ما نظلم الطلبة أن يتقدم وما يكون موهوب ويعاني خلال الأربع سنوات. لكن الطالب الذي يتميز بالريشة الجميلة، الطالب صاحب القلم الرشيق، الطالب المحب للتمثيل على الخشبة أو خلف الكواليس كمخرج، عشاق العمل في التلفزيون قنواتكم، لدينا قسم التلفزيون، مرحب فيهم، أهلا وسهلا فيهم، وسوف يتم استقبالهم بكل رحابة صدر. هل في اختبارات معينة مثلا؟ طبعا بعد إغلاق باب القبول والتسجيل في 5/9 راح يكون في لقاء تنويري يوم السبت 7/9، يعقبها في اختبارات قبول وورش للطلبة للتأكد من كفاءتهم وقدراتهم الفنية. فبالتأكيد راح يكون هناك طبعا اختبارات بناء عليها تتحقق السياسة العامة الخاصة بالقبول. بخصوص الشهادات، طبعا مخرجاتنا من عام 1976، يعني حتى تقريبا قبل إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي هذه المؤسسة والصرح الكبير، احنا مخرجاتنا كلها بكالوريوس، دراسة 4 سنوات، يتخرج الطالب ينال فيها بكالوريوس في النقد والأدب والديكور المسرحي والتمثيل والإخراج وحاليا التلفزيون. فطبيعة الدراسة طبيعة معمقة ومدتها 4 سنوات، وخريجها ينال البكالوريوس للانخراط في سوق العمل.
لو ننتقل حق القسم الجديد اللي عندكم الان قسم التلفزيون، طريقه التعليم شلون طريقه هذا الاستوديو حتى نعرف المشاهد انه في عندكم دورات موجوده للحاب انه يعني يعمل في تلفزيون الدوله. طبعا هو قسم التلفزيون يعتبر نسبيا جديد لان تقريبا تم تدشينه قبل 5 سنوات والسنة اللي طافت أول دفعة تخرجت، لكن مبنى التلفزيون هو الشيء الجديد. هذا المبنى شيد قبل سنوات، وخلال السنوات اللي فاتت لم يكن هناك يعني من فرصة لتشغيله لظروف مختلفة مرتبطة بالكهرباء وبنيته التحتية، لكن الحمد لله الإدارة الحالية للمعهد نجحت في غضون فترة وجيزة أن النور يصل إلى هذا والتيار كهرباء يصل إلى هذا المبنى، وراح يستقبل طلبة قسم التلفزيون السنة للمرة الأولى في 2019-2020. طريقة التعليم، المواد اللي فيه، الشغلات اللي فيه اللي حاب يتعلمها داخل. طبعا أنتم مهتمين بالتلفزيون زيادة لأن تخصصكم ومجالكم، بس المعهد هو في نهاية الأمر هو معهد العالي في المسرحية. قسم التلفزيون هو أحد الأقسام اللي موجودة داخل المؤسسة. طبعا خريجين القسم يستطيعون أن يعملوا في ليس فقط في التلفزيون كوزارة إعلام، ولكن في الدراما التلفزيونية، بمعنى أن هناك من يدرس، من ينجح في أن يصبح لاحقا كاتب سيناريو، كاتب مسلسلات، هناك من يكونون مثل الأخوان اللي معاك المخرج والمصورين اللي موجودين معاك يكونون في مجال الإخراج، سواء إخراج المسلسلات التلفزيونية الدرامية أو مخرجين في وزارة الإعلام كيفما شاءوا طبعا. وهناك طبعا من يتقنون التصميم، يدرسون التصميم، لأن الأعمال التلفزيونية تحتاج أن يكون هناك مصمم للديكور الخاص فيها. فكل المواد هذه متاحة داخل سقف مبنى التلفزيون، ونتمنى أن يكون في هناك من بين طلبة من يسطع نجمة إن شاء الله في المستقبل. نصيحة لأبنائك الطلبة والطالبات اللي حابين يسجلون عندكم في المعهد العالي للفنون المسرحية. أنا طبعا حظ كل موهوب على أن يتقدم، والمجال الفني هو مجال غير تقليدي ونجاح باهر يعقبه، وطلبتنا الحمد لله اللي تخرجوا صاروا فنانين كبار على الخشبة وفي الدراما التلفزيونية. لدينا كتاب، لدينا عدد يعني الحمد لله رفدنا الساحة الثقافية والفنية بالكثير من المواهب. نتمنى من يجد لديه الموهبة أن يتفضل للمعهد العالي للمسرحية. هناك دراسة جادة مدتها 4 سنوات، وكل اللي حرص عليهم فيه طبعا ان احنا عندنا انضباط عالي في عملية الغياب والالتزام في قاعات الدرس والمحاضرات. اللي يحس ان عنده الرغبة الجادة اهلا وسهلا فيه، حياهم الله شباب الكويت كلهم. يعطيك العافية الدكتور علي العنزي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لوزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا. يعطيك العافية مشاهدي الكرام، كنا معكم في المعهد العالي للفنون المسرحية. راح نرجع إلى زملائنا في الاستديو لتكملة الفقرات المفيدة والمتميزة لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضل.
ومتواصلين معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت. وفي حتة استغراب، يعني أنا استغرب من الناس اللي تطلع من البيت تروح دواماتها تخلص دواماتها ما تكون متريقة، لأن وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى في اليوم، هي اللي يرتكز عليها نشاط الطلاب، نشاط العاملين، وتساعدهم أن يحصلون على احتياجاتهم اليومية من المغذيات بسهولة أكبر. الإفطار مو عشان الواحد مثل ما يقولون يترس معدته بقدر ما هو مهم يعني لزيادة التركيز ورفع مستويات الانتباه. له فوائد عديدة نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا الأستاذة مريم التركي أخصائية التغذية العلاجية. حياك الله معنا. يا هلا هاشم، شلونك؟ طيب طيب حالك، شلونك؟ ونبي نتكلم عن التغذية العلاجية والإفطار، لكن بعد هذا التقرير خلكم معنا. تحظى تغذية الأطفال بأهمية خاصة لدى كل أم، ومع إقبال العام الدراسي الجديد يصبح الحصول على الغذاء الصحي المناسب لعمر الطفل أولوية لا تهاون فيها، لإمداده بالطاقة والنشاط اللازمين لنموه وتعزيز قدرته على الفهم والاستيعاب. وتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يحتاجها طفلك طوال اليوم، حيث يجب عدم إلغائها أو إهمالها، فهي بمثابة الوقود الذي يحرك العقل والجسد. رجعنا من بعد هذا التقرير مع أستاذة مريم التركي أخصائية التغذية العلاجية. ما شاء الله الطاولة مليانة بأشياء وأصناف وغيرها من هذه الأمور. ليش أستاذة مريم البعض يعني عنده وجبة الإفطار يعني ما ينظر لها بذيك الصورة المهمة اللي يستوجب عليه إنه يشوفها؟ ليش الحين؟ ليش؟ في وايد أسباب، بس أكيد سبب رئيسي إن إحنا ما نقوم مبكر كفاية علشان ناكل وإحنا قاعدين على الطاولة ونشرب شاي كنا موفي. شايف الموبي الصبح يقومون محضرين الشاي والقهوة والعصير البرتقال والبيض والتوست محمص. أنا حياتي كذي يعني، أنا فيلم. أنت ممتاز. ممتاز موبي. يروبيان ستايل. فماكو وقت كافي، يعني حتى الطلاب يقومون حدة حدة ربع ساعة يلبس هدومه وينزل، وحتى ماي ما شرب يمكن. فأعتقد هذا سبب رئيسي. سبب الثاني إنه يمكن عاداتنا الاجتماعية خلت من وجبة الغداء وجبة أساسية. صحيح. هي الوجبة اللي يجتمعون فيها أفراد العائلة، هي الوجبة اللي لما يرد الطفل من المدرسة أو الشاب من الجامعة والأب والأم كله يجتمع في وجبة الغداء. عكس مثلا الأجانب يجتمعون في وجبة الدينر أو العشاء. فإحنا بثقافتنا وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية. حلو. إنزين، في ناس خلينا نقول يكتفون بتناول أو يعني شيء خفيف، إنزين يعني بديل عن الإفطار، يأخذ لسناك معين بروتين بار أو غيره من هذه الأمور. نعم. وتناسى عناصر غذائية مهمة كثيرة يفترض عليه وخاصة الطلاب أن نعم. يدخلها في يومه مع الأشياء الغذائية اللي هو يأخذها. أكيد. الحين إحنا راح نركز على الطلاب. حلو. لأن بيبلشون مدارس، فننصح الأمهات ونعطيهم فكرة عن البداية الصحيحة. حلو. أمانة الدراسات اللي تناولت وجبة الفطور أو الريوق أو الوجبة الأولى في اليوم كانت دراسات عامة بشكل عام، إنه أخذ ريوق ولا ما أخذ ريوق. درست بعدين مكونات هذا الريوق، لكن إحنا رح نتكلم الحين بشكل عام عن الريوق. حلو. في دراسة حلوة صارت في الهند على 360 طالب. ممتاز. المجموعة الأولى تتريق بانتظام كل يوم، المجموعة الثانية تتريق يوم إيه يوم لا، يعني ثلاث مرات في الأسبوع تطوف الريوق. المجموعة الثالثة ما تاكل ريوق نهائيا، ما عندها العادة الغذائية هذه أبدا، ما عندها العادة الغذائية. حلو. لقوا أن المجموعة الأولى فيها مواصفات معينة، المجموعة الثانية فيها مواصفات معينة، المجموعة الثالثة فيها مواصفات معينة. الأقل تميزا والأقل مواصفات الثالثة. هم تناولوا كذا شيء. أول شيء إمكانية الطفل، على طبعا أطفال صغار كانوا، على انتقاء الحروف، فلقوا ان الطفل اللي ياكل ريوقة هو مركز اكثر، فيقدر يطلع الحرف اسرع من اللي ماكل ثلاث مرات بالاسبوع، واسرع من اللي مو ماكل ابدا ريوق. حلو. الشيء الثاني عطوهم اختبروا قدره الحفظ بنفس اللحظه، ان لما يعطون المعلومه من الطفل اللي يقدر يحفظ هذه المعلومه يستذكرها بسرعه. لقوا ان الاطفال اللي كلوا ريوق عندهم هذه المهاره اسرع من الاطفال اللي ما كلوا ريوق الا ثلاث مرات في الاسبوع، واللي كلوا ثلاث مرات في الاسبوع اسرع من اللي كلش ما كلوا. حلو. اوكي. وكذلك لقوا ان كمواصفات صحيه في الجسم طول ووزن، الاطفال اللي كلوا ريوق
أجسامهم تتماشى مع الطبيعي أكثر من الأطفال اللي ما كلوا ريوق إلا مرتين ثلاثة، واللي كلوا مرتين ثلاثة أحسن من اللي ما كلوا. حلو. فعلى كل الأصعدة لقوا أن الأطفال اللي تناولوا وجبة ريوق، لا على التعيين شنو ريوق الحين، أوكي، كلوا ريوق وراحوا، تركيزهم أحسن، قدرة الحفظ أحسن، تفاعلهم الاجتماعي بالصف أفضل، ومواصفاتهم الصحية أفضل. حلو، يعني هذه شغلات يمكن مثبتة علمياً وقالتها الأستاذة مريم التركي. إنزين، هني نقول يفرق الريوق عن الريوق. شنو هي المواصفات المثالية لوجبة الإفطار لطلبتنا اللي رايحين المدارس؟ تمام. الحين حلو. وصلنا إلى المضمون. أوكي، كلينا ريوق، المهم إن ناكل ريوق. زين، شنو الريوق؟ أكيد ريوق الصحي غير الريوق اللي مو صحي. الحين في مشكلة يعانون منها كثير من الأهالي، أن أنا ولدي ما يحب يأكل الصبح، يقوم مو مشتهي أكل، يحب يأكل بالبريك، صح ولا غلط؟ دائما يسألون هالسؤال بالعيادة، فأنا جوابي ما يخالف، هو ما يشتهي يأكل، هذه طبيعة، لا نوكله غصبا ما عليه الصبح مبكر، خلينا نعطيه البريكفاست الساعة 9 مثلا بالبريك الأول، ما زال صباح وما زال ريوق. مو عيب يشيل لانش بوكس، كلنا شلناها. اي بالضبط، الحين صارت اللانش بوكسات اشكالها حلوه. صح. وفي اشياء غاليه بعد، وفي اشياء مودرن، في اشياء يعني تحمس الطلبه على انه يشيلونها او ياخذونها، وصارت اون فاشن، فالاطفال قاموا يحبون يماشون الموضه ويخلون الكبار. حلو. نعم، فاحنا حضرنا هنا امثله حق ريوق متوازن ممكن ياخذه مع الطفل، او بالاحرى هو مو امثله ريوق، هو شلون لازم يكون متقسم، مقسم اللانش بوكس. ممتاز. الحين اللانش بوكس اللي ممكن ياخذه معاه الطالب، اهم شيء يكون فيه مصدر المصادر النشويات المعقده اللي هي تنحل ببطء وتعطي سكر باستمرار طول اليوم، فبالتالي الدماغ يتغذى باستمرار، يظل منتبه، يحفظ بسرعه، اداء يكون زين. فهذا مصدر اساسي للنشويات المعقده اللي هو الخبز. الحين في خبز ابيض، في صمون، في توست أسمر، في وايد مخبوزات. صحيح. كلها تشتغل معانا، كلها زينة، كلها نشويات معقدة، بس طبعاً الأسمر أفضل. أفضل شيء الأسمر. الخبز أفضل من الصمون الأبيض هذا. شيء أفضل من شيء. أي بالضبط. صحيح. وهذا اللي بنستخدمه لازم نشيل العين اللي داخل، لأن العين راح يخليه يحس بالنعاس بدل لا يصحي. حلو. أوكي؟ هذه معلومة جديدة. أي، لأن العين هضمة مو صحيح. تمام. طيب الحين الشيء الثاني بالبريك الثاني او بالسناك الثاني، بدل لا نحط كاكاو نعود الاطفال على الفواكه فروتس، ونختار الفواكه حلوه المذاق اللي ما تحتاج تقطيع وتسوي لويا، يعني الاشياء اللي ممكن ياكلها على طول. حلو. كرز، عنب، خوخ، موزه، تمر، اشياء بوتاسيوم، فيها كالسيوم، فيها الياف، فيها شجر، فراح تعطيه الشعور انه هو كله شيء سويت بس بنفس الوقت شيء صحي. لكن هذه العادات لازم يكتسبها الطفل منذ الصغر، يعني ما يصير احنا مراهق عمره 14 سنة متعود ياخذ معاه كاكاو وبطاط وحليب كاكاو وبعدين انا اشيل كل هذا واعطيه فاكهة. تعال غير العادة الغذائية بعد 14 سنة. بالضبط، هذا موضوع ثاني نتناوله بحلقة ثانية ان شاء الله. بس اليوم راح نتكلم عن المكونات الأساسية. ممتاز. الحين مكون ثاني أساسي اللي هو الخضار. انا حاطة خيار لان معظم الأطفال يحبون الخيار. في بعض ما يحب الطماط، في بعض ما يحب الجزر، بعض ما يحب الفلفل، لكن هم نحط خضار سهلة مغسولة بدون أن نقصصها هو يأكلها. حلو. عشان نتجنب بعض البكتيريا والتسمم. ممتاز. مكون آخر ممتاز اللي هو المكسرات النية. أستاذ، يمكن وايد ناس يعني خلينا نقول تهمل أهمية المكسرات. نعم. ومكسرات الرو في حياتنا، ويعني ما تعيرها أي أهمية، فبيش تعولين على هذا الموضوع؟ المكسرات النية طبعاً أنا حاطة جوز، بس إحنا ممكن نحط لوز، ممكن نحط فستق، ممكن فول سوداني، سبال. حلو. كل هذه المكسرات ممتازة جداً. أول شيء تشبعنا لأنها بروتين ودهون. صحيح. ثاني شيء تحتوي على أوميغا 3 المهم للجهاز العصبي. ثالث شيء تحتوي على الفوسفورس المهم للذكاء. الله. نعم، فهي يعني غذاء مثالي للطلاب فعلاً. طبعا على المدى البعيد، مو قبل الامتحان اكل خمس حبات جوز على بنا بس بصير ذكي ولا هذا، لا ما تصير هذه بالامتحان احسن، لا ما تصير هذه طبعا لا. انزين، قاعد اشوف الطبق الثاني، يمكن انا استاذه مريم يمكن هذا فيه كاكاو وتختلف الاشياء اللي موجوده في الطبق الاولاني اللي سولفنا عنه. صحيح. هذا اللانش بوكس اللي انا اقترح ان تكون مكوناته كذي، مو الا بالضبط توست سمره خياره، لكن القصد خضار، فاكهه، مكسرات، مصادر النشويات المعقده. رح نعطي امثله ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. هذا الطبق اللي هو احنا متعودين، كنا مو احنا يعني، في كثير منا ومن الاطفال الحين ياخذونه معاهم، بطاط كاكاو، حليب كاكاو. انا هني حاطه لبن وحاطه حليب قليل الدسم طازج بدل الحليب كاكاو، حليب كبديل كاكاو. صحي. لكن من الامثله اللي ياخذونها اطفالنا اليوم اشياء غير صحيه. شنو تسوي الحين الاشياء الغير صحيه؟ شو تسوي هذه؟ شلون ممكن تاثر عليهم؟ ليش احنا ما نعطيهم هذا الكلام؟
طبعا انا ضد المنع النهائي، ضد ان الياهل ما ياكل كاكاو ما ياكل كذا، لكن لازم احنا نعرف السبب ونشرح حق الياهل ليش احنا ما نعطيك اليوم كاكاو وخاصه الصبح، لان الكاكاو سكر بسيط ابيض سريع الامتصاص جدا. حلو. فاول ما ياكل هو الكاكاو ايش يصير؟ سكر الدم يرتفع، مو كذي مثل لما ياكل الخبز، يرتفع ارتفاع سريع يوصل البيك وعلى طول ينزل. ينزل. فهو يمكن 40 دقيقه عقب السكر، يعني حصه واحده عقب الفرصه يحس انه هو نشيط، الحصه الخامسه اللي هو نايم خامل. خامل ليش؟ انا صار في شيء احنا نسميه شوجر سبايك، هو ارتفاع السكر المفاجئ. حلو. هذا الشيء ما يصير مع الفاكهه، هذا الشيء ما يصير مع التوست الاسمر، ما يصير مع الخضار والمكسرات، يصير فقط مع السكريات البسيطه الموجوده بالكاكاو، بحليب كاكاو، بعصير مصنع. حلو. اشياء الغنيه بالسكر. حلو. طبعا البطاط ما راح اتكلم عنه وايد، راح اقول شيء بسيط، كله مواد مصنعه، في بعض الدراسات، اي نعم هي مو دراسات قويه لكن موجوده، قالت ان السلوك العدواني لكثير من الطلاب لا علاقه بتناولهم المتكرر لمواد حافظه موجوده بالبطاط بالبسكوت وغيرها. يمكن دكتورة تكلمتي عن الشوجر سبايك. نعم. في ناس ثانية تعاني، إنزين، يمكن هذه أحد العادات الغذائية السيئة، يقول لك أنا أعاني من شوجر رش، هذا شيء هم مسمينه أو ما أدري، يعاني دائما، يعاني من شوجر رش، أبي كاكاو، أنا مو قادر أركز، أعطوني كاكاو، يفز من النوم، يأكل كاكاو يرد ينام. فهل هذه شنو هذه العادة الغذائية الغير مفهومة؟ هذا هو كذي. طبعا إحنا ما راح نتكلم عن الحالات المرضية، راح نتكلم عن الأشياء اللي لها علاقة بالعادة. الإنسان اللي تحوشه هذه الحالة بس هو ما عنده مرض، يكون إنسان متعود على كميات عالية جدا من السكر خلال اليوم. أوكي. فشي يصير هو لما ينام بالليل ساعتين، مثلا قبل ساعتين مو متعشي، عفوا مو ماكل، متعشي وقعد مثلا الساعة 12 ونام، يقوم الساعة 3. ليش؟ لأنه هو معود جسمه كل ساعتين 3 يأكل سكر، يأكل كاكاو وكميات، فيصير البنكرياس يفرز كميات عالية من الأنسولين، تقعد من النوم كنا في هبوط، أعراض هبوط سكر، يحس انه هو قلبه يدق بسرعه، عرقان، يبي سكر، وهو حقيقي لانه هو متعود. صحيح. نعم. يمكن تكلمنا عن الشوجر سبايك اللي هو انت قلتي دكتوره، خرد نشرحه للمشاهدين. نعم. شنو هو الشوجر سبايك ونعطيهم اياه الديفينيشن، خلينا نقول او التعريف باللغه العربيه. طيب بشكل مبسط احنا لما نقول صار في شوجر سبايك، هو ارتفاع مفاجئ كبير في مستوى سكر الدم. حلو. اوكي، شلون يصير هذا الارتفاع المفاجئ؟ يصير لما ناكل سكريات بسيطه وخاصة السكر الأبيض، لما ناخذ مثل ما قلنا كاكاو، لما ناخذ عصير العلب هذا خصوصا، حتى بعض العصائر الطبيعية اللي يحطون لها سكر نفس الشيء تسبب الشوجر سبايك، يرتفع السكر بسرعة وينزل بسرعة. ليش ينزل بسرعة؟ لأنه صار في إفراز كبير من الأنسولين من البنكرياس، شنو سوى؟ صعد السكر، صعد الأنسولين، نزل السكر بسرعة، على عكس العملية اللي تصير لما ناكل السكر المعقد اللي موجود بالنشا. حلو. يصعد السكر ببطء فيصعد الأنسولين ببطء، يمشي هذا مع هذا، يستمر 4-5 ساعات بعدين نحتاج مرة ثانية ناكل. حلو. لذلك اللي ياكل كاكاو وحلويات يوع أسرع بكثير من اللي ما يأكل. أنا مو قاعد أخليك تتحكي اليوم بس لأنه وايد معلومات. لا بالعكس، هذه معلومات مجربة، يمكن أنا واحد من الناس مجربها، الجماعة اللي عندنا يعني خلف الكواليس كلهم يحتاجون يسمعون هالشغلة غير أن المشاهدين. في شغلة مهمة جدا أستاذة مريم، اللي هي الفوائد اللي تعود إنزين الجسم والعقل إنه يتناول وجبة الإفطار، شنو هي؟ نعم. شلون؟ عيد لي السؤال. السؤال، هناك فوائد معينة خلينا نقول تعود الجسم على إنه يطلب وجبة الإفطار. على سبيل المثال أنا إنسان كنت مهمل ما أخذ وجبة. نعم. إفطار، لكن يوم قعدت أتريق كل يوم إنزين في فوائد معينة خليتها من أغذية معينة. أوكي. خلتني يعني ألتصق بوجبة الإفطار وعدها الوجبة الأهم. نعم. الحين من أهم فوائد الريوق للناس اللي شغلها يحتاج تركيز ذهني، ان هي نشاطهم الذهني يزيد، تركيزهم يزيد، ادائهم يزيد. كنا قاعد نتكلم تحت الهواء تقولي مودي يخترب لما ماكل. فعلا. ليش؟ لان سكر الدم يكون نازل، انت اذا متعود على وجبات باوقات معينه انت قاعد تعود الجسم على افراز معين في اوقات معينه من هرمون الانسولين وهرمونات اخرى، فلما نطوف الريوق يوم لانك انت متعود على الريوق تحس بهذا الشعور. صح. ان مودي مو زين. فالريوق المتوازن خصوصا الذي يحتوي على عناصر غذائيه مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والنشا المعقد والسكريات الطبيعيه يعطي دفعه حق اليوم، تحس بنشاط، بقوه، بتركيز، بسعاده حتى. لكن
ما له شغل ابدا بالوزن ترى. حلو. اي ما له شغل يضعف ومتن. حلو. بما انك ذكرتي السعاده، كلنا هني صناع سعاده ونبي سعاده، شنو الاشياء اللي تفرز عندي سيروتونين اندروفين تحرك الدوبامين عندي؟ كاكاو دارك. حلو. طبعا مو هذا الكاكاو، مو هذا الكاكاو المر، الدارك. جميل. المر ممكن تاخذ 70% ويكون محلى بالفواكه والعسل، اتس فاين، بس يكون دارك ما في حليب، لان الحليب يقضي على فوائد الدارك. رقم واحد. رقم اثنين الموز. الموز، الموز وايد يعطي سعادة. الشيء الثاني التركي، الديك الرومي يعطي شعور من الاسترخاء والسعادة. جميل. العسل الطبيعي يعطي يرفع شعور بالسعادة، لأن فيه سكر سريع الامتصاص، بس سكر طبيعي مفيد، مو مثل السكر الأبيض المكرر طبعا. حلو. المكسرات تعطي سعادة. حلو. إذن بصفة عامة خلينا نتكلم يعني أستاذة مريم عن أهم المواد والعناصر الغذائية اللي من الممكن من خلالها معالجة ضعف التركيز. نعم. عند الأطفال شنو هي؟ أول شيء لما يكون أنا عندي طفل يعاني من ضعف التركيز، لازم أشيل من الأشياء التي تشتت التركيز، رقم واحد. رقم اثنين أدخل الأمور اللي ممكن تحسن التركيز. عشان نشيل الأشياء اللي تشتت التركيز، أول شيء نشيل السكريات سريعة الامتصاص. حلو. لأن إذا هو أصلا مشتت، لما نعطيه سكر سريع يصير ما يركز أبدا، يصير حرك وايد، ما يقدر يقعد في الصف بمكانه، يصير تركيزه مو تمام. على عكس ذلك لما نعطي ريوق متوازن، احنا قاعد نزيد من تركيزه، مثل ما قلنا دراسة اثبتت ان الاطفال اللي ياخذون ريوق تركيزهم احسن من الاطفال اللي ما ياكلون ريوق. صح. الشيء الثاني ان اعطي مثل ما قلنا مكسرات، لان هي جيدة للجهاز العصبي بشكل عام. الشيء الثالث نركز له على النشويات المعقدة بطيئة الانحلال. حلو. علشان طول الوقت عنده هو معدل السكر محافظ على نفسه، وفي دائما تحرير للسكر ليعطي طاقة للدماغ، لأن الأطفال 50% من استهلاكهم للطاقة هو عن طريق النشاط الدماغي. صحيح. فلازم نزودهم دائما بوقود الدماغ واللي هو السكر، لكن مو عن طريق السكر الأبيض، عن طريق الأكلات الصحية. حلو. أستاذة مريم، يمكن احنا اليوم غدينا في مجتمعات تحتاج إلى مواد السلف ديفلوبمنت، شلون واحد يطور من نفسه، شلون واحد يطور من عائلته، الناس اللي حوالينا، فيمكن نداء اليوم تجاه الأسر. نعم. عندنا عادات غذائية سيئة، عندنا عدم اهتمام، عدم مراقبة، غيره وغيره وغيره. فشنو هي أهم النصائح والتوجيهات اللي أنت توجهينها عشان كلنا يا أخي نكون بأسر نموذجية حلوة؟ نعم. أنا كل ما نتكلم عن الأطفال وعن سمنة الأطفال أو غذاء الأطفال أو أي مشكلة تخص الطفل غذائيا، دائما أحب أذكر الأم والأب. صح. والجد والجدة، لأن بيت الجد وبيت الجدة مهم جدا في السلوك الغذائي للطفل وصحته بعد، خاصة إذا يروح عندهم يمعة وخميس ويمعة وسبت، لأن يتأثر ببيئتهم. فيا جماعة، إذا عيالكم يعانون من مشاكل معينة، يعانون من سمنة، يعانون من وجباتهم غلط، يحبون الأكل الغلط، إذا ما كنتوا أنتوا قدوة سليمة من البداية، الطفل من وين بيكتسب هذه العادات؟ من وين بيجيبها؟ يعني صح. طفل عمره ما شاف أمه تأكل تفاحة، شلون بيحب التفاح؟ ما أدري من وين بيجيب ثقافة أنه يأكل تفاح. بالمقابل يشوف كل يوم في بيبسي بالبيت، في بطاط، في كاكاو، في أشياء مكسرات عليها ملح وباربيكيو مدخن وكذا، ما راح يحب الطبيعي، راح يحب اللي هو تعود عليه، لأن براعم التذوق تتكون في سن مبكر من الطفولة. فإحنا نبدي شغلنا مع الطفل من عمر 6 أشهر. إذا أنا وكلته غلط من عمر 6 أشهر، خلاص قضيت على طفلي وقضيت. نعم. على عاداته الغذائية. نعم. اخترب ذوق الغذائي. حلو. نعم. يمكن وصلنا إلى مرحلة. شكرا أستاذة مريم التركي، أنت رائعة ما شاء الله عليك، ودائما تبثين كلمات إيجابية وجميلة متعلقة بأي موضوع غذائي. شكرا على العنوان. شكرا على الجاية. ويعني مثل ما عودناكم دائما راح تكون معنا الأستاذة مريم التركي إذا كان هناك أشياء متخصصة بتغذية أو غيرها. شكرا لك أستاذة مريم. شكرا. شكرا هاشم. فاصل ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت، خليكم معنا.
احنا تقريبا مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، ولكن قبل القفال بغيت اقول لك طول اللقاء قاعده طالع وناطرتكم نوعا ما تخلصون بس عشان التريقين. اي حلو، لان الريوق اهم شيء. ممتاز، اهم وجبه. الريوق اهم وجبه، ويمكن احد اهم الناس اللي علمونا ناكل موز اختي اماني البلوشي. الموز وفوق هذا وذاك دائما خلونا مبدعين، نيقظ الابداع اللي بداخلنا. ان كنا كتاب خلوا المجتمع ينتقل معانا من عالم الى عالم من خلال القلم الرصين. ان كنا ناس خلونا نقول مخرجين، ما يعني اتحكي على جانب الكلتشر الثقافه والفنون. خلونا دائما نخلي الحبكات مختلفه، خلوا الناس دائما تعيش بعوالم غير عن العالم الواحد من خلال اطلاق وايقاظ الابداع للكتاب وغيره. فانا جدا استمتعت معه بالدكتور مشايب اليوم صحيح. ما شاء الله كانت حلقه رائعه، شكرا. وشكرا على حسن المشاهده مشاهدينا الكرام اكيد، واكيد راح نلتقي فيكم باكر بحلقه جديده لقاءات مختلفه مع طبعا ابرز الناس اللي دائما راح يوصلون رسائل ايجابيه وهادفه لكم. شكرا على حسن المتابعه. في امان الله دائما وابدا عيشوا الايجابيه. مع السلامه. مع السلامه. Yeah.